طيب، جميل. في بقى نقطة بتبقى شوية فيها اختلاف أو خلاف في رمضان تحديدا. الفكرة كلها أكيد إن التركيز يا كريم بيكون مع المسلسلات، طبيعة الحال بيبقى التركيز أكتر مع الدراما والحاجات اللي زي كده والبرامج اللي فيها مقالب واللي هي الحاجات الرمضانية دي. لكن هل ده بيمنع بقى هنا عشاق تحديدا الكرة إن هم يتابعوا الماتشات، ولا الوضع ملوش علاقة رمضان أو غير رمضان؟ أنا قاعد قدام الماتش بشجع الفريق بتاعي أو المنتخب بتاعي. تعال نشوف الناس قالت إيه لما رحنا سألناهم ونرجع نكمل. صلاة التراويح طبعا الأول، ثم بعد كده ممكن أتفرج على الماتشات، أولى من التمثيليات طبعا، لأن بحب الأهلي فلازم أتفرج عليه. طبعا كرة قدم، طبعا كرة قدم. أنا بالنسبة لي كرة القدم دي أساس، حاجة كده بتجري في الشريان. أنا بصراحة ما بيني وما بينك يعني أنا شايف إن شاء الله النهاردة إحنا هنشوف ماتش، منتخب مصر هيعمل ماتش حلو جدا 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 جدا، لدرجه اللي احنا هنتفخر يعني في حته ان محمد صلاح الفتره اللي فاتت كان زعلان جدا، فهيعمل ماتش النهارده هيشرف مصر كلها. والله يبقى في توازن احسن، يعني بيكون ماتش هم يخصنا بالذات هنا هو النادي، طبعا لازم ليه اولويه. وطبعا بعد نخلص الصلاه، طبعا نخلص الصلاه، نخلص الصلاه هتبتدي ايه، نشوف ايه هنعمل ايه. لا، الاولويه طبعا للماتشات لما يبقى في ماتشات، انما بنتفرج على المسلسلات لحد ما نخلصها، ونتفرج في وقت الماتش على الماتش ده، وده طبيعي عندنا، ما نقدرش نسيب ماتش ابدا. لا، بنتفرج على موبايلات ماتشات. لا والله المسلسلات ظريفه بتضيع الوقت يعني، انما الكوره بنشوفها يعني. كنا قبل كده لما يكون حد بيتفرج اتفرج معاه، بحب الاهلي من زمان، انا اهلاويه. والله لا، كرة قدم طبعا، طبعا افضل.